بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في فصل في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من الفقه والفوائد، أي غزوة تبوك، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ولم يقل للأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك، ولكن اتفقت إقامته هذه المدة وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر، سواء طالت أو قصرت، إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع. هذا الكلام عن ابن القيم رحمه الله لتقرير صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، أيقصر أم لا يقصر، وهل القصر واجب أو غير واجب، وهل يقصر ولو طالت إقامته أم لا. أقوال للعلماء رحمهم الله، المرجع فيها فعله صلى الله عليه وسلم، فهو أقام بمكة 4 أيام ثم انتقل إلى منى في أيام الحج، ثم أقام بمكة بعد فتحها فترة، ثم هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان كلما سافر قصر صلاته صلى الله عليه وسلم. الرباعية يجعلها 2، والثلاثية لا تقصر، وكذا الثنائية. فصلاة الفجر وصلاة العشاء لا تقصران، صلاة الفجر وصلاة المغرب لا تقصران، وأما صلاة الظهر والعصر والعشاء فهي تقصر من 4 إلى 2 ركعتين. والمدة التي قصرها صلى الله عليه وسلم في صلاته إقامته في مكة حال حجة الوداع، وإقامته صلى الله عليه وسلم في مكة حال فتحها، وإقامته صلى الله عليه وسلم في تبوك، وغير ذلك من الإقامات. وكلها كان صلى الله عليه وسلم يقصر فيها الرباعية، ولم يستثن من ذلك شيء، ولم يحدد مدة القصر، بل أجاز القصر في مدة السفر كله وإن طالت. وللعلماء رحمهم الله اختلاف في ذلك، فالمرجع هو قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، وإلا فكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك، وعلينا أن نجعل قدوتنا وإمامنا هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، نقصر حيث قصر ونتم حيث أتم. فمن الأحكام التي أخذت من غزوة تبوك
أنه صلى الله عليه وسلم أقام في تبوك 20 ليلة أو 19 ليلة، وكلها كان يقصر الصلاة، ولم يقل لنا إذا زادت المدة عن هذا الحد أو نقصت فلا تقصروا، بل القصر للسفر طال أو قصر. نعم. وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا كثيرا، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره 19 يصلي ركعتين، فنحن إذا أقمنا 19 نصلي ركعتين، وإن زدنا على ذلك أتممنا. وظاهر كلام أحمد أن ابن عباس أراد مدة مقامه بمكة زمن الفتح، فإنه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 18 زمن الفتح، لأنه أراد حنينا ولم يكن ثم أجمع المقام. وهذه إقامته التي رواه ابن عباس رضي الله عنهما وقال غيره، بل أراد ابن عباس مقامه بتبوك، كما قال جابر بن عبد الله: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. رواه الإمام أحمد في مسنده. وقال عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة: أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام 40 ليلة يقصرها سعد ونتمها. وقال نافع: أقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يصلي. عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة: أقمنا مع سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه في بعض قرى الشام 40 ليلة يقصرها سعد ونتمها. فيه دليل على أن الخلاف في مثل هذا لا بأس، لا بأس، لأنهم كلهم ما خرجوا عن السنة. الذين قصروا قصروا بناء على قصر النبي صلى الله عليه وسلم، والذين أتموا أتموا الصلاة أدوها ولم يأخذوا بالرخصة. نعم. وقال نافع: أقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يصلي ركعتين، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. 6 أشهر وهو يصلي ركعتين، لأن الثلج حال بينه وبين دخولها فلا يستطيع أن يدخلها، وكل يوم يقول: لعل اليوم يدخل إن شاء الله، لعلنا اليوم ندخل، فما دخلوا 6 أشهر وهم يقصرون الصلاة. نعم. وقال حفص بن عبيد الله: أقام أنس بن مالك رضي الله عنه بالشام 2 سنة يصلي صلاة المسافر. 2 سنة وهو يصلي صلاة المسافر، لأنه مسافر، هو لم يستقر ولم يجلس بالمكان جلسة مطولة، جلسة يريد الاستمرار فيها، وإنما جاء للغزو، فإذا فتح له دخل وإذا لم يفتح له رجع. نعم. وقال أنس: أقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برام هرمز 7 أشهر يقصرون الصلاة. وقال الحسن: أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل 2 سنة يقصر الصلاة ولا يجمع. يقصر الصلاة ولا يجمع، الجمع ليس ملازم للقصر، بل قد يجوز الجمع ولا يجوز القصر، ويجوز القصر ولا يجوز الجمع، وقد يجوز القصر دون الجمع، وقد يكون الجمع دون القصر، وهكذا بحسب الظروف. فلا يلزم الإمام إذا قصر الصلاة أن يجمع، كما لا يلزم أن إذا جمع الصلاة أن يقصرها، وذلك أن الصلاة أحياناً يصلي المعذور في بيته، فله أن يجمع ولا يقصر، يجمع الظهر والعصر
والمغرب والعشاء في بيته ولا يقصر. وقد يقصر وهو مسافر مقيم في مكان ما، فلا يسوغ له الجمع حينئذ، وإنما يقصر الصلاة ركعتين ولا يجمع، يعني لا يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فهكذا المسافر والمريض وصاحب الدار عليه أن يراعي الأحكام الشرعية. أحياناً يسوغ له الجمع ولا يسوغ له القصر كالمريض في داره، أحياناً يسوغ له القصر ولا يسوغ له الجمع كالمسافر النازل في مكان ما، وأحياناً لا يسوغ له الجمع ولا القصر كالنادر في أهله من صحيحاً معافى، وأحياناً يسوغ له القصر ولا يسوغ له الجمع كالنازل في مكان ما، النازل في مكان ما يسوغ له أن يجمع، يسوغ له أن يقصر ولا يجمع، لأن الجمع ما يسوغ إلا لعذر، والقصر لا يسوغ إلا لعذر، فقد يجوز الجمع دون القصر، وقد يجوز القصر دون الجمع، وقد يجوزان معا، وقد يمتنع أحدهما دون الآخر. نعم. وقال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر. قال إبراهيم معناه إبراهيم النخعي رحمه الله. وقال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك، وسجستان السنتين. فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما ترى، وهو الصواب. صواب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يسوغ لأحد أن يعترض على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه المشرع عن الله تبارك وتعالى. وأما مذاهب الناس فقال الإمام أحمد: إذا نوى مذاهب الناس تختلف، كل واحد عنده علة، واحد عنده عذر، واحد كذا يقولون كذا وكذا، أقوال مختلفة تؤخذ بها وقد لا يؤخذ بها. نعم. قال الإمام أحمد. وقال الإمام أحمد: إذا نوى إقامة 4 أيام أتم، وإذا نوى دونها قصر. وحمل هذه الآثار على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يجمعوا الإقامة البتة، بل كانوا يقولون: اليوم نخرج غدا نخرج، وفي هذا نظر لا يخفى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وهي ما هي، وأقام بها يؤسس قواعد الإسلام ويهدم قواعد الشرك، ويمهد أمر ما حولها من العرب. ومعلوم قطعا أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام لا يتأتى في يوم واحد ولا يومين. وكذا إقامته بتبوك، فإنه أقام ينتظر العدو، ومن المعلوم قطعا أنه كان بينه وبينهم عدة مراحل يحتاج قطعا إلى أيام، وهو يعلم أنهم لا يوافون في 4 أيام. وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة من أجل الثلج، ومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب في 4 أيام، بحيث تنفتح الطرق. وكذلك إقامة أنس بالشام 2 سنين يقصر، وإقامة الصحابة برام هرمز 7 أشهر يقصرون، ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد يعلم أنه لا ينقضي في 4 أيام. وقد قال أصحاب أحمد: إنه لقام لو أقام لجهاد عدو أو حبس سلطان أو مرض قصر، سواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة،
وهذا هو الصواب، لكن شرطوا فيه شرطا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عمل الصحابة، فقالوا شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع حكم السفر وهي ما دون الأربعة الأيام. فيقال من أين لكم هذا الشرط؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما أقام زيادة على أربعة أيام يقصر الصلاة بمكة وتبوك لم يقل لهم شيئا، ولم يبين لهم أنه لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام، وهو يعلم أنهم يقتدون به في صلاته ويتأسون به في قصرها في مدة إقامته، فلم يقل لهم حرفا واحدا لا تقصرون، وافق إقامة أربع ليال. وبيان هذا من أهم المهمات، وكذلك اقتداء الصحابة به بعده، ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئا من ذلك. وقال مالك والشافعي إن نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أتم، وإن نوى دونها قصر. وقال أبو حنيفة إن نوى إقامة 15 يوما أتم، وإن نوى دونها قصر، وهو مذهب الليث بن سعد، وروي عن 3 من الصحابة عمر وابن عباس. وقال سعيد بن المسيب إذا أقمت أربعا فصل أربعا، وعنه كقول أبي حنيفة. وقال علي بن أبي طالب إن أقام 10 أتم، وهو رواية عن ابن عباس رضي الله عنهم. وقال الحسن يقصر ما لم يقدم مصر. وقالت عائشة يقصر ما لم يضع الزاد والمزاد. والأئمة الأربعة متفقون على أنهم إذا أقام الحاجة ينتظر قضاءها، يقول اليوم أخرج غدا أخرج، فإنه يقصر أبدا، إلا الشافعي في أحد قوليه، فإنه يقصر عنده إلى 17 أو 18 يوما ولا يقصر بعدها. وقد قال ابن المنذر في إشرافه أجمع أهل العلم للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. فصل. هذا كلام العلماء رحمهم الله في السفر، وعلى المسلم أن يأخذ بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القصر دون الجمع. نعم. فصل. ومنها جواز بل استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها، فيكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير، وإن شاء قدم الكفارة على الحنث وإن شاء أخرها. يؤخذ من هذا أن المرأة إذا حلف على شيء وكان حلفه هذا قربه لله جل وعلا، فينبغي له أن يصمم عليه ويستمر عليه ولا يحنث فيه. أما إذا كان حنثه أفضل، فكونه يكفر عن يمينه قبل أن يحنث أو بعد الحنث يجوز، وهذا أولى، لقوله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. فمثلا إذا قال والله لا أدخل دار زيد، والله لا أكل من طعام عمرو، والله لا أكلم فلانا وفلانا ونحو ذلك، فنقول انظر يا أخي إن كان في تكليمه والأكل من طعامه ودخول داره مفائدة ومصلحة، فكونك تحنث في يمينك أولى لك وتكفر عن اليمين. أما إذا كان دخول الدار وأكل الطعام وغير ذلك لا فائدة فيه، فأنت بالخيار، إن شئت تحنث تكفر عن يمينك وإن شئت لا تحنث، لقوله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها
إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وذلك أن اليمنيين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الرواحل الحملان الحمل للجهاد في سبيل الله أو الرجوع إلى أهلهم، فقال ما عندي ما أحملكم عليه، فكرروا الطلب فقال والله ما أحملكم أبدا، والله ما أحملكم، فسكتوا وجازوا من السؤال. ثم إن الله جل وعلا ساق لرسوله العطاء فأعطاه الإبل والخير الكثير، فقال هذه لليمنيين وأخذوها. فقال بعضهم لبعض ألم يحلف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحملكم؟ قالوا بلى. قالوا إذن حذمتم النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن نسي اليمين التي حلفها. فقال أحدهم ورئيسهم وكبيرهم أحد الصحابة رضي الله عن الجميع أنا أكفيكم هذه المسألة، أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطريقة هذه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الأشعريين سألوك الحملان فاعتذرت ولم تعطهم، ثم سألوك ولحوا عليك فحلفت ألا تحملهم، ثم سألوك فأعطيتهم وحملتهم، فخشي اليمنيون أن يكونوا أسلموا بذلك فعلك يا رسول الله ووقعت في مخالفة اليمين. فقال عليه الصلاة والسلام أذكر يميني حينما حلفت لكني سأكفر عنها. فقال والله إن شاء الله إني ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. والحملان هذا جاءهم من الله جل وعلا وهم مني، والذي ساق لهم الحملان، فبين صلى الله عليه وسلم أنه حملهم بفضل الله جل وعلا وأنه سيكفر عن يمينه. وإني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، رأى الحنث في هذا اليمين خير من الاستمرار على اليمين. فرأى صلى الله عليه وسلم أن كونه يحنث في يمين هذا ويحمل الأشعريين خير من أن يستمر على يمينه ويمنعهم الحمل. فيؤخذ من هذا أن الرجل أو المرأة إذا حلف أن لا يدخل دار ابنه أو دار أخيه أو دار جاره أو نحو ذلك فرأى أن الدخول حسن، فنقول له أن يكفر عن يمينه ويدخل دار من حلف أن لا يدخل داره، ويكلم من حلف أن لا يكلمه، ويأكل طعام من حلف أن لا يأكل طعامه، وهكذا. فهذا للأشعريين ولغيرهم إلى قيام الساعة. إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. أما إذا كان غيرها ليس بخير منها الأولى له أن يستمر على يمينه، يقول كونه يكفر عن يمينه هذا لا يحسن، يحسن أن يستمر على اليمين، كأن يقول والله لا أكلم فلانا المبتدع أو الفاسق أو نحو ذلك، يقول نعم يا أخي أنت مأجور في عدم تكليمه، لأنك بهذا تبين خطأه للناس فيحذره الناس. فاليمين لا يخلو إن كان فعلها قطعها حنث فيها خير فله أن يفعل ذلك، وإن لم يكن كذلك فلا يحنث. فصل. ومنها جواز بل استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها،
فيكثر عن يمينه ويفعل الذي هو خير، وإن شاء قدم الكفارة على الحنث وإن شاء أخرها. وقد كفارة اليمين إن شاء قدمها قبل أن يحنث وإن شاء أخرها بعد أن يحنث. إذا قال والله لا أكلم زيدا مثلا أبدا، قلنا يا أخي ولما لا تكلم زيد؟ أخوك مسلم وفاضل ويحبك وأنت تحبه، لما لا تكلمه؟ قال خلاص علي كفارة يمين. نقول نعم عليك كفارة يمين. يقول طيب هذه الكفارة أهدكم إياه. نقول زين. يقول لا إن شاء الله إذا جاءني شيء سقط دفعت الكفارة. كله سواء، سيان عند الله جل وعلا أن يعجل الكفارة قبل الحنث أو يؤخرها بعد أن يحنث. ومنها جواز بل، وقد روي في حديث أبي موسى هذا إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، وفي لفظ إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، وفي لفظ إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وكل هذه الألفاظ في الصحيحين وهي تقتضي عدم الترتيب. وفي السنن من حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير. وأصله في الصحيحين، فذهب أحمد ومالك والشافعي إلى جواز تقديم الكفارة على الحنث، واستثنى الشافعي التكفير بالصوم فقال لا يجوز التقديم، ومنع أبو حنيفة تقديم الكفارة مطلقا. فصل. أنا أتيت الذي هو خير وتحللتها سواء كفر قبل اليمين أو قبل الحنث أو بعده، لا حرج في هذا. فصل. وذلك أن الأيمان أيها الإخوة ثلاثة أيمان، ثلاثة أنواع. اليمين يمين تسمى لغو اليمين، لغو اليمين ما لها كفارة ولا فيها إثم. الثانية يمين مكفرة تدخلها الكفارة. الثالث يمين غموس تغمس صاحبها في الإثم أو في النار. فلغو اليمين كان يقول المرء لا والله وبلا والله لأمور عادية، مثلا ما أحلف ولا أطلب منه يمين، أن ذهبت زيد لا والله ما ذهبت إليه، ما ذهبت، كلمت زيد لا والله ما كلمته، يأتي بي لا والله على لسانه من دون قصد اليمين، هذه ما فيها شيء، هذه تسمى لغو اليمين. كلام الرجل مع إخوانه ومع أهله لغو اليمين ما فيها كفارة ولا إثم. النوع الثاني فيه الكفارة مكفرة، ما هي مكفرة كفر وإنما تحتاج إلى كفارة، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، وهي اليمين على شيء مستقبل، اليمين على شيء مستقبل. والله لا أكلم محمدا، والله لا آكل طعام زيد، والله لا أدخل دار عمرو، والله لا أعطيك ولا ريال، والله لا أخذن منك كذا وكذا، والله لا أضربنك، والله لأضربن امرأتي ضربا مبرحا. ثم كل هذه أيمان حلفها نتيجة الغضب والسؤال والجواب وما عزم على ذلك، نقول هذه أيمان تدخلها الكفارة، ما تسمى لغو اليمين لأنه حلف، فلا يقال له هذه لغو اليمين، هذه يمين مكفرة، إن كفرتها فلك أن تأتي بخلافها، وإن لم تكفرها فيلزمك الكفارة أو تستمر على هذه اليمين، يستمر على هذا اليمين ولا يتعرض ولا يلزم بالكفارة، هذا جائز له إذا أراد أن يلغي هذه اليمين أن يكفر عنها.
فيمين تدخلها الكفارة وهي بالنسبة للشيء المستقبل، المستقبل لا الخيار، الإنسان في الخيار فيه. الثالثة اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم أو تغمس صاحبها في النار، وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن يحلف أحدكم والله هذه اليمين الكفارة التي لا تدخلها الكفارة تحتاج إلى توبة، توبة وندم وإفراط من الله ويتأسف كيف يفعل ويستغفر ويتوب إذا حلف ألا يفعل شيئا، إذا حلف أنه لم يفعل شيئا وقد فعله. اليمين التي عند الحاكم عند القاضي مثلا، قال له القاضي الرجل أن يختصم عنه، واحد يقول عندك لي 10 ريالات والله، الثاني يقول ما عندي لك شيء. قال بينهم القاضي قال عليك اليمين، لك اليمين. وكيف اليمين؟ اليمين يحلف والله ما عندي له ولا ريال، فإن حلف صادق برئ من اليمين وبرئ من الإثم، وإن حلف كاذبا فالويل له. قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله هذه اليمين الغموس حتى وإن كان شيء يسير؟ قال إن كان وكان قضيبا من أراك، عود سواك يحلف يقول هذا والله انه لي وهو موبله، يدري انه موبله لكن يبي ياخذ من صاحبه، هذا اليمين القموس التي تغمس صاحبها في النار. فعلينا ايها الاخوه ان نفرق بين هذه اليمين، يمين لا كفاره ولا اثم ولا شيء فيها وهي الدارجه على الالسنه، يمين يقصد فعلها او تركها سيان، فيجب عليه إذا أراد أن يخالف يمينه أن يكفر عن يمينه. يمين يحلف يعلم كذب نفسه ولكن يقتطع بها مال امرئ مسلم، من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا يا رسول الله وإن كان شيء يسير؟ قال وإن كان قضيبا من أراك. فيحذر المسلم اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، وهذه إذا أراد أن يتوب منها يتوب إلى الله جل وعلا ويستغفر ويرد يرد الحق إلى صاحبه، إن كانت سواكا أو دراهم أو غيرها يردها على صاحبه ويستغفر ويتوب، وإلا فلا كفارة فيها. فصل. ومنها انعقاد اليمين في حال الغضب إذا لم يخرج بصاحبه إلى حد لا يعلم معه ما يقول، وكذلك ينفذ حكمه وتصح عقوده، فلو بلغ به الغضب إلى حد الإغلاق لم تنعقد يمينه ولا طلاقه. قال أحمد في رواية حنبل في حديث عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق يريد الغضب. هذا الكلام في خلاف عظيم. الغضب أحيانا يكون الغضب لا يدري الإنسان ما يقول، يتكلم بالكفر، يتكلم بالكذا، يتكلم بالكذا، هذا ما يؤاخذ به الإنسان، وهو الذي دل عليه هذا الحديث. أحيانا يدري ما يقول وما يترتب على هذا القول، هذا يؤاخذ به. والغضب أنواع، نوع يؤاخذ به ونوع لا يؤاخذ به ونوع محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. فصل. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ما أنا حملتكم
ولكن الله حملكم، قد يتعلق به الجبري ولا متعلق له به، وإنما هذا مثل قوله والله والله لا أعطي أحدا شيئا ولا أمنع، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت، فإنه عبد الله ورسوله إنما يتصرف بالأمر، فإذا أمره ربه بشيء نفذه، فالله هو المعطي والمانع والحامل، والرسول منفذ لما أمر به. وأما قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فالمراد به القبضة من الحصباء التي رمى بها وجوه المشركين فوصلت إلى عيون جميعهم، فأثبت الله سبحانه له الرمي باعتبار النبذ والإلقاء، فإنه فعله ونفاه عنه باعتبار الإيصال إلى جميع المشركين، وهذا فعل الرب تعالى لا تصل إليه قدرة العبد، والرمي يطلق على الحذف وهو مبدأه وعلى الإيصال وهو نهايته. قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذه الآية الكريمة، ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من التراب لما اجتمع أهل بدر كفار بدر، ورماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحصبة كف واحد، رمى به الجيش كله، وكل واحد جاءه منه حبة حبتين، وبدأ يعرك عيونه ولا يستطيع يمشي بإذن الله. فالله جل وعلا نفى الإصابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الرمي رمى، وما رميت يعني ما أصبت إذ رميت التراب ولكن الله هو الذي رمى وأصاب. فالله جل وعلا وزع هذه الحفنة بيده، بيد الرسول صلى الله عليه وسلم، كل واحد أعطى منها نصيب، كل واحد أخذ منها نصيب، حفنة تسقط بينه وبين الرسول 3 أقدام أو 4 أقدام أو 4 أرجل أو 10 أمتار أو 20 متر أو كذا، لكن عمت الجيش كله بإذن الله. من الذي أوصلها إلى عيون القوم؟ هو الله جل وعلا. ومن الذي رمى التراب؟ هو الذي رماه عليه الصلاة والسلام. وما رميت يعني ما أصبت إذ رميت التراب ولكن الله رمى، فهو الذي جل وعلا وزع هذا التراب كله على هؤلاء الجيش، كل واحد بدأ يعرك عيونه ولا يستطيع يمشي. الله أكبر، قدرة الله جل وعلا. فأنزل الله جل وعلا على عبده ورسوله وما رميت إذ رميت، أثبت للرسول الرمي، ما رميت يعني ما أصبت، إذ رميت إذ قذفت التراب، ولكن الله جل وعلا هو الذي رمى هذا التراب في عيون القوم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل هل تلزم الكفارة على أمر ماض أم أن الكفارة على أمر المستقبل؟ الكفارة على شيء مستقبل، أما الماضي إذا كان واقع فيه فلا يلزم كفارة، وإنما يلزمه التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. إذا حلف والله ما عندي لك ولا ريال، وهو يعلم أنه عنده 10 ريال لكن يريد أن ينكر، هذا ما في كفارة، هذا اليمين الغموس تغمس صاحبها في الإثم إلا إن تاب وندم. أما إذا حلف على شيء مستقبل قال والله ما أعطيك ولا ريال،
ما أعطيك شيء، أنت شغلتني وتعبتني والله ما أعطيك ولا درهم ولا ريال. فندم، قال هذا فقير وأراد أن يعطيه، فنقول أعطه وكفر عن يمينك يا أخي، أجل لك. يقول السائل: ما معنى الحنث في الحديث الوارد؟ الحنث هو أن يأتي بخلاف يمينه، إذا قال والله ما أعطيك ولا ريال فأعطاه هذا حنث في يمينه، رد اليمين. وقال: وإن قال إن شاء الله قبل الحلف هل عليه كفارة؟ إن قال الإنسان إن شاء الله قبل الحلف ليس عليه كفارة، نعم صحيح. إذا قال والله إن شاء الله لأذهبن أنا وولدي إليك باسر أو غدا أو بعد يوم أو يومين، لأذهبن إن شاء الله، ما شاء الله ما عليه شيء. يقول السائل: كيف تخرج كفارة اليمين إذا قل العدد وكثرت الكفارات؟ كمثال 10 مساكين تعددت الكفارة لأكثر من شخص. الكفارة إذا تعددت الأيمان في موضوع واحد فكفارتها واحدة، وإذا تعددت الأيمان في مواضيع متعددة فكل موضوع له كفارته. يقول: نريد توضيحا أو نصيحة لإخواننا الذين يعتمرون عدة مرات في سفرة واحدة عن أمواتهم. هذا ما ينبغي أن يكرر العمرة في سفرة واحدة إلا إن كان سافر خرج من مكة وعاد إليها مرة أخرى فلا بأس. هناك فرق بين أن يعتمر اليوم ويعتمر غدا وهو في مكة، نقول هذا لا ينبغي لك. آخر مثلا اعتمر اليوم وسافر إلى المدينة ورجع من المدينة في نفس اليوم فجاء بعمرة فلا بأس، فيحسن به ذلك. يقول السائل: لدي سلسلة كتب مثل أعلام النبلاء للإمام الذهبي والبداية والنهاية لابن كثير، هل إذا رغبت في قراءتها يحسن؟ كتب علمية نافعة، وقفها لله. كتب علمية نافعة مفيدة، إذا طلبها منك أحد الأخوة ليقرأ فيها فلا بأس أن تعطيه إياها ويردها عليك. يقول: فاتتني تكبيرتان في صلاة الجنازة فماذا أعمل؟ إذا فاتتك تكبيرتان فأنت بالخيار إذا دخلت مع الإمام، إن شئت تدخل معه في حال هو فيها الإمام كالدعاء للأموات اللهم اغفر لحينا وميتنا بعدما تكبر، وإن شئت تدخل معه في التكبيرة الأولى فتقول الحمد لله رب العالمين، فإن بدأت بما هو فيه فإذا سلم الإمام أكمل ما بقي عليك اقضه، وإن بدأت من الأول فأكمل ما بقي عليك، وهكذا. يقول السائل: هل الغسل يكفي عن الوضوء؟ الغسل يكفي عن الوضوء إذا كان الغسل واجبا،
إذا كان غسل واجب غسل جنابة يكفي عن الوضوء. والخلاف بين العلماء فيما يظهر لي والله أعلم فيه إذا كان مستحب، وأما غسل التبرد فلا يكفي عن الوضوء. يقول السائل: أنا مصري مقيم بمكة، أعمل معلما هنا، وأقيم 9 أشهر وأسافر إلى مصر 3 أشهر كإجازة، وأعلم مواعيد سفري ومدة إقامتي مسبقة، هل أقصر الصلاة؟ لا يا أخي، لا يسوق لك أن تقصر، لأنك تقيم 9 أشهر مقيم، ما تفكر بالسفر ولا تعزم على سفر أبدا، فيجب عليك الإتمام في هذه الحال. يقول السائل: قياس الاحتفال بالمون النبوي أنه تنظيم فقط كالمدرسة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم ذلك؟ لا يا أخي، يختلف هذا عن هذا. التنظيم الدراسي هذا معقول، هذه دراسة وهذا عطلة وهذا امتحان وهذا كذا، لكن الصلاة يعني الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه أو التعرض له في وقت محدد لا يتقدم ولا يتأخر، هذا تشريع وعبادة لله جل وعلا. لا يجوز للمسلم أن يعبد الله بشيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: رجل زوجته كانت مطلقة منه، ثم زوجها والدها لرجل آخر في غضون 2 شهر، وحجته أنها رأت الحيض 3 مرات، هل يجوز هذا؟ يجوز هذا، لأنها ربما حاضت 3 حيض في 1 شهر، فيجوز. قيل لي أحد السلف رحمة الله عليهم: ما حكم هذا؟ قال: إن جاءت بينة صادقة من خلاصة من خيار أهلها فهي صادقة، يمكن تحيض وتطهر 3 مرات في خلال 1 شهر. يقول: ورد في درس سابق: ومن يتألى على الله يكذبه، ما معنى يتألى؟ يتألى يحلف على الله، الذي قال: والله لا يغفر الله لك، جاء لصاحبه فإذا هو على الإثم فنهى، قال: اتق الله وترك المعاصي وتب إلى ربك، قال: خل دعني وربي، دعني وربي. ثم جاء المرة الثانية والثالثة، وكل ما جاءه إلى وقع في الإثم قال: والله ما يغفر الله لك. فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يغفر يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ لقد غفرت لفلان وأحبطت عملك. قال كلمة عظيمة أذهبت دنياه وآخراه والعياذ بالله. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالتوبة والتوفيق لما يحب ويرضاه.